هو أكيد مؤتمر من هذا النوع لما تعقده الهيئة هيئة الاستثمار مهم جدا، لأنه بيجيب أفكار مختلفة اللي احنا نعرفه مع اللي بيجي من برا، والخليط هذا لابد أن ينتج بأفكار جيدة، جزء منها تؤكد اللي احنا في الطريق الصحيح، وجزء منها قد نأخذ منها بعض الحاجات وقد نرفض بعض الحاجات. لكن أهم شيء في الحوار الذي دار اليوم أو الجلسة اللي كنت أنا مشتركة فيها هي قضية الاستثمار في المرأة، إنه المرأة عندما يستثمر فيها هي تعتبر أداة فاعلة في الاقتصاد، وهذه هناك دراسات كبيرة في كل العالم تبين إنه عندما تلتزم المرأة بالعمل فهي منتجة حتى أكثر من الرجل. فإذا كنا نتحدث عن التنافسية اللي هو موضوع المؤتمر، لابد لاقتصادنا حتى يكون تنافسي أن يختار أفضل الشباب نساء ورجالا في العمل الذي يجب أن يقوم به. يعني لا يجب أن يكون الاختيار على أساس رجل كان أو امرأة، ولكن على أساس من هو أفضل ليقوم بهذه المهمة. وإحنا نعتقد أن النساء قادرات زي أخوانهم الرجال، إذ لم يكن ساعات أفضل لأنه عندهم الحماس والالتزام في القيام بالعمل المطلوب. كيف تقيمين حاليا يعني وضع عمل المرأة في السعودية؟ البعض يرى بأنها لا زالت أقل من المطلوب في مشاركتها في سوق العمل السعودي، كيف تنظرين إلى ذلك ومستقبل ذلك بشكل عام وعمل المرأة في سوق العمل السعودي؟ لأنه سوق العمل السعودي مقسم إلى سوق عمل نسائي ورجال، ويعني سوقين عمل عندنا، فتجد النساء مقدسات في قطاعات معينة اللي هي الصحة والتعليم أساساً، إذا كنا نتكلم على الحكومة. لكن الآن في يعني إذا نظرت في المشاركات في الندوة في المؤتمر هذا، حتلاقي كم هائل من الشابات اللي عندهم دخلوا القطاع الخاص، يا إما بيشتغلوا في القطاع الرئاسي يا إما عندهم مؤسساتهم. وهذا يعني أن هناك قوة بشرية هائلة مستعدة أنها تشارك في بناء الوطن، لكن لابد أن احنا نساعدها تسهيل القوانين، تسهيل الإجراءات، عدم وضع عراقيل فقط لأنها مرأة، ولكن نفتح الباب أمامها لأنها بتستثمر في الوطن والوطن قد استثمر فيها. طيب كلمة أخيرة، كيف يعني يمكن أن توجهين كلمة لكافة المسؤولين وأيضا القطاع الخاص بالنسبة لعمل المرأة في السعودية؟ أولا أقول لهم أنه الاستثمار في المرأة هو استثمار في الوطن، هذا أول شيء. ثانيا أنه يجب أن يروا أنه دور المرأة في العمل وكذلك دورها الإنجابي، أنا أسميهما الإنجابي والاقتصادي، مكملان لبعض. وأنه فعلا وزارة العمل قد قامت بمجهود كبير، بس لازم ندعم وزارة العمل لأنها تحاول أن تخفف أو تساعد المرأة أنها تقوم بأدوارها المختلفة. فلابد للمجتمع أن لا يرى قصة أن المرأة إذا تزوجت وحملت أصبحت عبء، بل بالعكس الحمل والولادة هو جزء من مهمة وطنية وليس فقط يعني الله أعطانا هي صحيا، وأنه الاستثمار في أن تكون في توازن في هذه الحياة مهم جدا لاستثمار البلد ولتقدم البلد.